بقول لك ايه، هو الكابتن خطيب جالك مره الساعه 5 ونص الصبح ولا 6 الصبح حاجه كده بجد؟ يعني طبعا احنا يعني احنا بتيجي في فتره الـ 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 الصيف، اول بدايه فتره اعداد، انت بتبقى عارف ان اللعيبه كلها بتبقى مخلصه امتحانات وبتصيف وجايه فتره راحه طويله، فانت عايز تكسر النقطه دي وعايز تستفيد بان انا خلاص ان الاولاد يعرفوا ان خلاص انت بدات تمرين، فيبتدي ينام بدري. واحد بيتمرن الساعه 6 الصبح فغصب عنه هينام، والتمرين بيبقى جديد. فانت بتعمل الكلام ده عشان تقطع الحته ان انا خلاص انت خلاص خلصت الاجازه بتاعتك وابتديت في شغل الملعب، فبتبتدي بقى تتنام كويس وتبتدي تنظم حياتك، على لان احنا اتعودنا وتربينا ان لو فاتتك فتره اعداد مهما عملت طول السنه خلاص بالزبط. فانت عشان كده تبقى الموضوع بيبقى فيه حسم شويه، وفي في ما فيهوش تهريج في فتره اعداد عشان ما فيش حد يقع منك، عشان يقدر يكمل الموسم، عشان تقدر الافكار اللي انت عاملها والراجل وجايبين الراجل بروكتش عشان يحط الافكار بتاعته، وازاي يحول اللعيب المزيج من اللعيب المصري اللي هو عنده فكر في دماغه للعيب مصري قوي يقدر ان انت لما يروح اي مكان يقدر يلعب فريق الاول، يقدر يحترف، يقدر يديك نفس الشغل بس بطبع المصري بالقوه بتاعت الشغل الاجنبي يعني. فانت عايز تحاول اللعيب ده تقول له خلاص انت خلصت اجازه وابتديت تتمرن، دي نقطه. النقطه الثانيه كمان فتره الصيف بيبقى الجو حر قوي، فانت كمان يعني بتستفيد بقى من كل حاجه. فتره الصبح دي مش هموتكم يعني، يعني فتره لطيفه من الساعه 6 لغايه الساعه 10 الصبح تبقى الدنيا معقوله. فاحنا كل القطاع بيبقى شغال في كل الناس بتبقى موجوده في الفترة. بس انت بتبقى نايم بقى ولا انت بت ايه؟ ما انا اول واحد، انا بروح افتح القطاع واقفله. انا عارف. انا بروح اول واحد ويعني ما تعرفش تلاقيني فين يعني، تلاقيني هنا بتحرك كتير. بتحرك كتير طبعا. بس فانا لقيت الكابتن داخل 5 لا انا لقيته في مش داخل، لقيته في الملعب قبلي. انا يعني انا كنت غريبه جدا. طبعا يعني انت عارف انا كنت بتحرك في كذا مكان. فجأة قالوا لك كابتن هنا، قالوا لي الكابتن في الملعب. فطبعا يعني هو جه يطمن طبعا يعني يعني القرار ده طبعا كان قرار يعني جديد بيحصل على القطاع، ما كانش القطاع عمره كان بيشتغل الساعه 6 الصبح. فهو كابتن جه يتفرج يشوف شوف ايه الموضوع. وعلى فكره كابتن يعني الموضوع كله زي ما بقول لك كده، السياسه محطوطه خلاص وكل الشغل سيبك تشتغل وسيبك تشتغل. فطبعا حاسب جه اتفرج وشاف الولاد، وعلى فكره صور معاهم انا فاكر على فكره دي بتبقى يعني الكابتن جه يطمن ويشوف شوف الشغل. بس هو بالنسبه لي انا بتبقى حاجه تانية خالص، لان بتبقى رساله لكل المنظومه ان رئيس النادي ومشرف عام الكوره وكابتن محمود الخطيب، يعني انت ثلاثه مع بعض يعني. فانت بتتكلم ان الموضوع صعب مش سهل يعني. فانت هو بوجوده في الملعب، كان هو وجوده مع الفريق الاول بيحط اللعيبه في حته تانية خالص. فما بالك بالشباب بقى اللي نفسهم بقى بيسمعوا بس اسم الكابتن خطيب. فانت خلاص انت الحته بتاعت ان الفريق الاول مش شايفني او ان انا هلعبه، لا انت خلاص انت ده رئيس النادي نفسه، رئيس النادي مهتم بيك، فخلاص انت بيساعدك كمان في الشغل وانت ماشي. اي حاجه بقى انت بتقولها للولاد خلاص الولاد بتصدق خلاص. وهم اتعودوا معايا كل لعيبه القطاع ان انا الكلمه اللي بقولها انا بقولش كلمه الا لما عارف انفذها وبحاول ان انا انفذها. فعشان كده بقى في علاقه بيني وبينهم محترمه جدا لحدود الالتزام والانتظام. احنا حبايب واخوات وزي ولادي. اول لما حد بيغلط خلص مفيش كابتن محسن مفيش تهريج يعني في مهما كان اسمه مهما كان مين مهما كان بدا يعني مفيش الكلام ده خالص. لاعب في النادي الاهلي، هو لاعب في النادي الاهلي. فاحنا يعني كان طبعا صعب جدا في البدايه ان انت اي واحد بيخش على فرقه هو عنده 30 لعيب بيفهمهم يقدر يتعامل معاهم، ان انت بيبقى عندك اعمار مختلفه وفرق مختلفه فانت طبعا عشان تبقى عندك علاقه مع كل الولاد صعب في جدا. النادي موضوع طبعا محتاج مجهود كبير جدا عشان تقدر تفهم كل واحد. انت عايز تعرف، انا عارف عايز اعرف
اسلام ما هعرفه ازاي؟ صحيح. لازم هتعامل معاه. لا وانت كمان انت تحديدا لو سلمت على فلان ده حتى لو حد ماشي في البتاع فهيبقى اشمعنى ده سلم عليه بقى؟ انت تطبطب على واحد ما لا ده طبطب على ده بيحب ده عارف فاهم وانت ما بتعرفش حاجه. انت بتبقى الموقف ساعتها وانت ماشي في الملعب انت بتشوف واحد مش مركز واحد فانت بتطبطب عليه عادي مش بتطبطب عليه عشان انت لا انت عايز تطمنه. انت خلاص هو انت بتتعامل مع 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 الاولاد كلهم فانت عايز تعرف كل واحد في القطاع ده مجهود كبير انت تعرف كل واحد في القطاع ده بيفكر في ايه وعايز ايه وبيحلم بازاي وده كسول ولا ده نشيط كل واحد دي مدخل فلازم عشان تقدر تخش لكل الاولاد فانت خدت مجهود طبعا كبير جدا انما الزيارات اللي بيعملها الكابتن محمود بتعمل لي انا بقى الباور ده ان انا بقدر اتحرك بعد كده براحتي ان بمصداقيه اكبر وان انا لما بقول لهم ان النادي الاهلي شايفكم انتوا حاجه تانية ما انت قاعد طول الوقت طبعا عايز تغرس في الولاد ان انت جوه النادي الاهلي عشان لما تشوف تتفرج على احمد سيد غريب بيجيب هدف في الوقت بدل الضايع ده شغل ولازم يبقى فاهم ان هو ده سيستم النادي الاهلي ان انت لغايه لما الحكم يصفر الماتش مخلص هو ده اللي انت بتتربى عليه اول ما الحكم يصفر هو ده الماتش خلص هو اليوم ده كمان كان الاسماعيلي والسله بالليل الاهلي وزمالك ده انا كنت هتجنن اصل خلي بالك عاشق الباسكت